السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهمية إن إحنا بنصور في الشارع برنامج اسمه كارتا فيو، بتسطبه على الموبايل وأنت بتحطه قدامك في العربية، بس لازم تكون الإزاز نظيف عشان نصور صور حلوة ونقدر نستفاد من المعلومات اللي فيها. هتلاقي مثلا إن النقطة مثلا زي كده بقف عليها، يبدأ يجيب لي إيه الصورة، وهو أوتوماتيك لو في أي أرقام عربيات أو صور أشخاص هو بيخليها مش واضحة، فمحدش يقلق من موضوع الخصوصية. لكن مثلا لو بصيت على الصورة أنا عرفت مثلا إن ده نادي الرحاب الرياضي، وفعلا في أماكن كتيرة قدرنا نعرف مثلا ارتفاعات المبنى وكل المعلومات الخاصة بيه المبنى من خلال إن احنا بنقف على الكاميرا، تمام؟ فبيبدأ يجيب لي المعلومات الخاصة بالمكان دوت كأن أنا روحت المكان ده وصورت، تمام؟ زاد إن هو بيحفظ الصورة، فبتقدر إن أنت تعمل زي صورة بانوراما، وتقدر تشغل فيديو كأنك أنت مثلا راكب العربية وماشي في الشارع بتصور. وفعلا قدرنا نشوف أماكن محلات كتيرة، فنكتب اسم المحل اللي موجود في المكان دوت، وشايفين اهوت إن دي كام دور، كل عمارة فيهم كام دور وهكذا. فدي فايدة إن احنا نشتغل بالكارتا فيو، اختراع جميل جدا بيخلينا نعمل الشغل دقيق جدا. في دلوقتي ذكاء صناعي بيساعدنا في الخرائط، تمام، بنفعله معانا برضو، اسمه رابا اي دي، تمام، ده من الفيسبوك، بياخد خرائط من اماكن كتيرة جدا، واحنا بس ايه بعلم عليها سلكت وخليها معايا. عملنا كذا فيديو على فكرة الذكاء الاصطناعي، دي مثلا كاميرا قدرنا نعرف ارتفاع المبنى ده قد ايه وشكله عامل ازاي، وعرفنا في صيدلية فينوس ومدينة الرحاب. هو بيبدأ ان هو اي حاجة زي كده بيبدأ يعلم عليها، بحيث ممكن كأوبتيكال كاركتر ريدر او سي ار نقرا المعلومات اللي موجوده، لكن ارقام العربيات وصور الاشخاص هو بيمسحها تلقائي، تمام. ممكن نقول نشوف الصوره اللي بعد كده وهي كلها صور بانوراما، تمام، تقدر ان انت تشوف الصور ورا بعض، بحيث واحنا بنعمل النمذجه للمبنى بيبقى عندنا صور تساعدني ان انا اقدر ادخل كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. زي ما انت شايف بنقدر نعرف معلومات قوية جدا عن ارتفاعات المباني وشكلها من خلال حد مشكورا مسطب الموبايل، والحاجات دي كلها في مصر، تمام. تقدر تعمل زوم وتعرف المحلات اللي موجودة هنا، ده توتال كاشير في فرع البنك قطر الوطني، شركة مساهمة مصرية كيو ان بي، المهم ما تبقاش ماسكه بايديك عشان ما يحصلش مشاكل، لانه ممكن هيتهز كتير ومش هتبقى مركز في السواقه. اهم حاجه الحمايه ليك انت، ان انت تثبته، تجيب مثبت للكاميرا وهتشوفها دي هو المحل اهوت، فنقدر نحط المعلومات الخاصه بيه، تمام. وطول ما انت ماشي بقى هتعرف الارتفاعات الادوار، وفي نفس الوقت هتعرف ايه الشركات الموجودة في المكان دوت. ممكن الشجرة الرخامة الصورة اللي بعديها هتلاقي ايه بقت واضحة وهكذا يعني.